يوميات روز. حلقات من إعداد وتقديم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. أهلا بمتابعي حسابات الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر، أنكر، سبريكر واليوتيوب. هذه هي الحسابات الوحيدة المسموح لها بنشر أو إذاعة كل ما تكتبه أو تبثه صوتيا الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، ويحمل إبداعاتها الأدبية والعلمية والإذاعية. كل من يخالف ذلك، سواء كان السارق أم من يتعاملون معه، يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوما ما سنحصل على حقوقنا بالكامل. الحقيقة أنا اخترت النهاردة بالذات عشان يكون بداية حلقات البرنامج الجديد يوميات روز، لأن يوم 25 يناير يمثل لي نقطة فارقة. خلينا الأول نبدأ أول فقرة من حلقة النهاردة بتوجيه التحية للشرطة المصرية في عيدها. الشرطة المصرية رمز كبير للسلطة في مصر والتي تحمي الشعب، بغض النظر عن وجود بعض الحالات
التي ممكن أن تشذ عن هذه القاعدة، ولكن لا نحكم على أي أمر بشواذ القاعدة، وإنما بالعقيدة الراسخة التي تكونت لدى الشعب المصري أن الشرطة ذراع هام للسلطة في مصر لحماية الشعب وليس لغرض آخر. وخمسة وعشرين يناير كان تسجيل ذكرى عزيزة لاستبسال الشرطة في موقعة أو معركة الإسماعيلية مع الجيش الإنجليزي، وبالتالي هو ذكرى عزيزة علينا ويجب تخليدها والاهتمام بيها. هنخرج لفاصل، هنذيع في أغنية تحية لشرطتنا المصرية، ثم نعود لنواصل حلقات البرنامج الجديد يوميات روز. يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، بلدي بلدي يا بلدي، يا بلدي بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي، إن كان على القلب مالوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب مالوش غيرك، وإن كان على الحب مفيش غيرك، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي يا بلادي، يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة، يا بلادي يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي، اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب مهما بعد أتريني بعرب، أنا مهما شرق وأغرب مهما بعد أتريني بعرب، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة المية لو مصرية، واملك فوفي مني لو أشرب حلوة المية لو مصرية، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، إن كان على القلب مالوش غيرك، إن كان على الحب مفيش غيرك، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير، ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي، بلدي بلدي يا بلدي،
يا بلادي يا قبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابي يا بلادي يا قبلة أحبابي كاتبين أسامينا على بابي يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى كلمة في كلامي أحلى ليالي وأيامي يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا يا أحلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح حتلقينا حنور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا هدية حنور بيكي ليالينا ونقدم أرواحنا هدية بلدي بلدي يا بلدي 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 يا بلدي وبلدي بلدي يا بلدي إن كان عالقلب مالوش غيرك وإن كان عالحب مفيش غيرك إن كان عالقلب مالوش غيرك وإن كان عالحب مفيش غيرك ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على غيرك ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على غيرك رجعنا بعد الفاصل وبنكرر التحية للشرطة المصرية في عيدها. نرجع لسبب اختيار 25 يناير عشان يكون بداية إذاعة حلقات يوميات روز. 25 يناير 2011 كان نقطة فارقة في حياة الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي وفي حياة المصريين بوجه عام، فقد كان يوما مشهودا في تاريخ الوطن. وبالتالي كان لابد أن أحييه بطريقة خاصة لأنه كان لحظة فارقة في حياتي كمواطنة مصرية بوجه عام وكالدكتورة إيمان أحمد زكي بوجه خاص كمواطنة مصرية، لأن اليوم ده كان لحظة فارقة في وطننا. عبر فيه مجموعات من الشباب عن غضبهم من بعض الأحوال اللي سادت قبل 2011، وكانت شعاراتهم نبيلة، كانت من أجل الحرية والإنسانية والكرامة والعدالة الاجتماعية. بس الشباب اللي خرجوا في 25 يناير 2011 تم استخدامهم من مجموعات أخرى كان ليها أهداف أخرى. احنا تعرضنا للموضوع ده بالتفاصيل وعن رأيي فيه في حكاية روز، فيمكن أنا مش هتعرض له النهاردة بالتفصيل، ولكن هو بس لمحة وومضة لسبب اختياري اليوم عشان يكون بداية إذاعة حلقات يوميات روز. قبل 25 يناير الأستاذة دكتورة إيمان أحمد زكي كانت مواطنة مصرية عادية تخدم وطنها في المجال اللي اختارته وهو الطب، وبما إنها أستاذ في كلية من كليات الطب المصرية فهي ليها ثلاث أدوار. الدور الأول الأكاديمي اللي هي بتعلم فيه طلابها سواء كان مرحلة ما قبل التخرج أو ما بعد التخرج عشان تبقى واحدة من أعضاء هيئة التدريس اللي بيأهلوا طلابهم ليكونوا أطباء المستقبل ويحملوا شعلة خدمة المواطن في المجال الصحي في بلدنا. الدور الثاني هو الدور الإكلينيكي اللي هو الدور اللي بتقوم به الدكتورة إيمان أحمد زكي زي أي عضو من هيئات التدريس في كليات الطب المصرية في رعاية المرضى في المستشفيات الجامعية. الدور الثالث هو الدور البحثي، إن احنا في كليات الطب لازم يكون لنا دور بحثي ونقوم بعمل أبحاث علمية في مجال تخصصنا.
وكأي مواطنة مصرية، الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي كان ليها اهتمام بهموم الوطن وهموم المواطن، وكانت بتشغلها كل الأحوال اللي بتشغل أي مواطن في بلدنا. طبعاً كان لها رأيها السياسي، وكان ليها توجهاتها السياسية، وكان ليها اختياراتها زي أي فرد مننا. لكن في الحقيقة 25 يناير 2011 كان نقطة فارقة في حياة الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، زي ما كان نقطة فارقة في حياة وطننا، لأن الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي تحولت في هذا اليوم من مجرد مواطنة مصرية تعيش هموم الوطن وهموم المواطن وهمومها الشخصية في دائرة ضيقة، بتستمتع فيها بالمنح اللي ربنا أنعم بيها عليها والفرص اللي بلدها وفرتها لها. في الحقيقة زي ما حكيت لكم، الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي تعاني من إعاقة حركية، ولكن في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي خدت فرصتها بالكامل. وبرغم أني مش هقدر أقول لكم أن كليات الطب خالية من الواسطة أو من بعض الممارسات اللي يمكن تزعج أي حد فينا، وأكيد أنتوا عندكم خلفية عنها، ففي كل بيت من البيوت المصرية أكيد في طبيب، وأكيد بيحكوا لكم على اللي بيشوفوا في الكلية. لكن أنا الحقيقة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خدت حقي بالكامل. أنا اجتهدت طول عمري، وكان العلم بالنسبة لي وسيلة وغاية في نفس التوقيت، وربنا أنعم علي بأنه إداني اللي أستحقه نتيجة إخلاصي للعلم والعمل طول عمري. وأنا لا يمكن أن أنكر فضل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنه وفر لنا هذه الفرصة، وإني لا يمكن أقول أبداً أني حرمت من حقوقي في عهده. بالعكس، كنت بتمتع بالأمن والأمان، وكنت بتمتع بأن كل تعب بذلته ربنا أكرمني وأديته على أكمل وجه، لقيت نتيجته وفرحت بيها. تحية خاصة لروح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فقد أمضيت جزءا كبيرا من عمري تحت رئاسته لمصر، ولا يمكن أن أغفل ما تمتعت به من حقوق في هذه الفترة. بالتأكيد زي أي عهد كان فيه مشاكل عانى منها الوطن وعانى منها المواطن في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، لكن ده لا يمكن يخلينا نغفل حقه في أننا نقول إحنا تمتعنا بإيه في عهده. زي أي رئيس أو أي واحد منا بيجتهد في المجال اللي بيختاره عشان يؤدي فيه رسالته، بيبذل قصارى جهده عشان يؤدي المهمة اللي أوكلت إليه بإخلاص. ممكن ينجح وممكن يفشل، ممكن يجتهد ويصيب وممكن يجتهد ويخطئ، وكما تعلمنا من ديننا الحنيف، إذا اجتهدنا وأصبنا فلنا أجران، وإذا اجتهدنا وأخطأنا فلنا أجر. الأحوال قبل 2011 وبالذات يمكن في 2009 و2010 ابتدت تتجه نحو الانفجار، وكان في علامات رصدناها كلنا في حال الشارع المصري ما قبل 2011، وكان بيعكسها الإعلام المصري. لا نغفل أبدا أن الإعلام المصري في عهد الرئيس حسني مبارك وبالذات في السنوات الأخيرة لحكمه كان في كمية كبيرة جدا من الحرية والتعبير عن المشاكل، اللي يمكن خرجت عن السياق في الكثير من برامج التوك شو، واتضح بعد 2011 أنهم كانوا بيأدوا دور لتمهيد الأرض للاحتراق والاشتعال في 2011.
يعني ما كانتش النوايا مخلصة ولا حاجة، كانوا بياخدوا الكثير منهم، كان بيتقاضى الملايين وكان بيتباكى على حال كل مواطن. احنا لا ننفي حق اي حد في انه يحس بالمواطن البسيط مهما كان هو غني، بس اللي كان بيحصل في 2009 و 2010 كان مبالغ فيه جدا، وكان مبرمج، وكان واضح جدا لكل ذي عينين او اي حد عنده نظرة فيها بصيرة يعرف ان الموضوع خرج عن السياق، وكان يقصد لإشعال الأوضاع واتجاهها في اتجاه تاني خالص غير الإصلاح. كان بيتجه إلى ما يقال عليه سياسة الأرض المحروقة، إن إحنا نحرق كل حاجة ونهدم كل حاجة ونبتدي من جديد، ومحدش يعمل كده في بلد أبداً إلا إذا كان عايز يوقعها ويوقع شعبها. القصة طويلة وليها تداعيات كثيرة، إحنا تعرضنا لجزء منها في حكاية روز، وأكيد في حلقات من يوميات روز هنتكلم عن تفاصيل كتير منها، بس خلينا نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة اللي هو التمهيدي ليوميات روز. المهم أن نقطة 2011 وبالتحديد 25 يناير 2011 كان نقطة في فاصلة في حياة روز أو الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي. كمواطنة مصرية قررت ألا تكتفي بالنطاق الضيق اللي كانت بتعيش فيه خلاله وبتأدي مهمتها فيه خلاله، كما اختارت وكما عاشت طول حياتها، وقررت إنها ما تسيبش ما لا ترضى عنه من أوضاع، وهي شايفة بلدها بتتحرق وتقف مكتوفة اليدين، وبما إن ظروفها الصحية ما كانتش بتسمح بإنها تتحرك حركة على الأرض، فاختارت سلاح الكلمة علشان يكون وسيلتها في التعبير عن رأيها فيما يحدث في مصر في ذلك التوقيت وحتى وقتنا الحالي. وفي التوقيت بتاع 2011 والظروف اللي حكيتها لكم في حكاية روز، قررت تختار اسم روز وايت ليكون اسمها المستعار الذي تستخدمه في صفحتها اللي بتعبر فيها عن أرائها السياسية. يبقى دي كانت المقدمة المهمة عشان نقول احنا ليه اخترنا 25 يناير عشان يكون بداية بس حلقات يوميات روز، وليه اخترنا اسم روز علشان يكون هو العنوان اللي هنستخدمه في اليوميات، بالإضافة لاعتزازي الشديد بالشخصية المحورية لحكاية روز اللي هي فعلا درة التاج في إنتاج الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي حتى هذه اللحظة، وأتمنى أن ربنا يوفقني أني أعمل إنتاج متميز آخر. خلينا نخرج في فاصل قصير ونرجع عشان نستكمل فقرات حلقة النهاردة من يوميات روز. الأرض تزلزلت وسمانا جلجلت
عصور بيواجه قسم في عز النور، وفي غمضة عين بلد الجناحين وعبر قلب كل الموازين. كانت ترضى قضية ومحكمة، الأرض اتزلزلت وزمانها جلجلت، الدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت. والدنيا بحالها قامت بالفرحة وهللت. في الفقرة الثانية من حلقتنا النهاردة هتكلم عن رؤيتي للفن والفنانين. خليني أخلي الفقرة تحت عنوان واو I underestimated you. بالعربية بعبر عن دهشتي أني لم أعطي بعض الأشخاص قدرهم الحقيقي. في الحقيقة أنا بحضر الأحداث اللي هنعملها النهاردة بقالي مدة، لأن اليوم النهاردة هيكون مميز. أتمنى أن احنا نعمل فيه كذا إيفنت، حلقة يوميات روز، وأتمنى أن احنا نقدر نقدم برضو الحلقة الثالثة من زنوبة وسمعان اللهفان، ويمكن نعمل نشرة من نشرات أخبار عالطاير. المهم وأنا بحضر لحلقة زنوبة وسمعان اللهفان كنت بتجول في اليوتيوب عشان أجيب الأغاني اللي أنا محتاجاها للحلقة والمضمون اللي هنركز عليه في الحلقة اللي هتذاع النهاردة إن شاء الله. وأنا بستعرض الفيديوهات على اليوتيوب تعرضت لبعض الفيديوهات ما كانتش هي اللي أنا بدور عليها، بس حبيت أن أنا أسمعها وأشوف بيقولوا إيه. في الحقيقة كان بعضها للفنان محسن محي الدين وبعضها للفنان الراحل الكبير نور الشريف. بالنسبة للفنان محسن محي الدين، الحقيقة أنا اندهشت من طريقته في الكلام ومستواه في التفكير. يمكن الصورة اللي كانت عندي عنه كانت يدوبك عن بالأفلام اللي أنا شفتها له وهو قبل ما يبتعد عن الوسط الفني،
وانا كنت فاكراه اعتزل وبيشوف شغلة تانية، لكن في احدى الحوارات اللي انا تابعتها على اليوتيوب كان بيقول انه ما بعدش عن مجال الفن، ولكن اختار انه يعمل حاجات للاطفال، وانه كان بيخرجها وبيعدها وبيعمل مهام اخرى يعني في الانتاج، لكن ما كانش بقى بيمثل لهو ولا زوجته السيدة نسرين. الحقيقة انا بسجل اعجابي الشديد بطريقة تفكير الفنان محسن محي الدين وتعبيره عن ارائه في الحياة وفي الفن. انا شفت له كذا فيديو وبوجه له التحية، وبقول فعلا ان انا ما اديتلوش حقه قبل كده، وكانت صورته عندي مختلفة خالص عن اللي اتكونت بعد الفيديوهات اللي انا شفتها له على اليوتيوب. احنا هنتعرض للمفهوم اللي اتكلم عنه الفنان محسن محي الدين في حلقاتنا من بكرة بيدق على بابنا في جزءها الثاني، وفي حلقاتنا في يوميات روز. لكن انا ما حبيتش ان النهاردة يعدي من غير ما وجه له التحية، وبعد ما وجه له التحية هو والفنان نور الشريف، هبقى اقول لكم ليه انا اخترت ان الفقرة النهاردة يكون عنوانها او يعني مضمونها عن الفن، ومقارنة ما بين الفن الجيد والفن الرديء، الفن الجميل والفن الغث. المهم خلينا ندي برضو الفنان الكبير الراحل نور الشريف حقه. بالتأكيد أنا ما كنتش بأقلل من قدر الفنان نور الشريف كقيمة كبيرة في الدراما المصرية بكل مجالاتها، سواء السينمائية أو التلفزيونية، لكن أنا الحقيقة شفته النهاردة وأنا بعد الحلقة زنوبة وسمعان اللفان في فيديو كليبات على الفيديو على اليوتيوب في لقاءات كثيرة في الفترة اللي أنا كنت مقطعة فيها التلفزيون تماما لسبب آخر غير أبو جلامبو وعصابته أو أتباعه. أنا كنت في فترة 2011 و12 و13 مقطعة التلفزيون تماما، لاني ما كنتش مستحمله كميه النفاق اللي موجوده، ولا هدم كل ما عمله الرئيس مبارك على مدى 30 سنه والزعم بان كل 30 سنه كانوا فساد. كان بيجي لي غثيان الحقيقه من متابعه اي برنامج للتوك شو او اي انتاج فني او درامي في هذه الفتره، فقطعت التلفزيون لمده 3 سنوات بالكامل، ما شفتش أي حاجة فيها إلا بداية من التحضير لثورة 30 يونيو. ابتديت أرجع أشوف التلفزيون تاني وأستمع للإذاعة مرة أخرى، حتى قطعتها بالكامل تقريبا سنة 2017 من تأثير أبو جلامبو وأتباعه. إحنا هنتعرض للكلام دوت في يوميات روز، بس إحنا تعرضنا الجزء منه في حكاية روز. خليني بس أرجع للي أنا كنت عايزة أقوله على الفنان نور الشريف، لأني ما حضرتش التسجيلات دي، وده كان سبب عدم حضوري ليها في توقيتها، لأني كنت مقطعة كل الميديا في هذا التوقيت. الحقيقة الفنان نور الشريف في الفيديوهات اللي أنا شفتها عكس نظرة أخرى تماماً لشخصيته غير اللي كونت لدي. أنا طول عمري عارفة أن نور الشريف من المعجبين جدا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والفترة اللي هي كانت في عهده، وكان ده تفكيري عنه. وأنا طبعا على قد تقديري للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن عندي كان اعتراضات شديدة جدا على اللي حصل في عهده، وبالذات ما أدى لكارثة نكسة 1967. وبالتالي أنا ما كنتش بحب أراء الفنان نور الشريف وناس كتير من اللي بيحملوا نفس التوجه السياسي، وعشان كده ما كانش ليا يعني إعجاب بشخصه أو تفكيره كإنسان غير ما يقدمه في الفن. الحقيقة الفيديوهات اللي أنا شفتها له في لقاءاته الكثيرة عكست نظرة فيلسوف ومفكر كبير، وليس مجرد فنان، وليس مجرد ناصري كما كنت أتخيل. تكلم عن الماسونية،
وتوجهها في ضرب الفن بالكامل في جميع أنحاء العالم بعد أحداث ضرب الأبراج في أمريكا، ونسبها لتنظيم القاعدة وما حدث في العالم كله من تغيرات كبيرة بعدها. والفن كان مجال من المجالات اللي حدثت فيها هذه التغيرات الكبيرة، والفنان نور الشريف كان عنده نظرة ثاقبة في إنه يعزوها للماسونية وإن لم يسميها، لكن هو قال إن في نظام عالمي مالي جديد بيسوق العالم في اتجاه معين وبيخلي كل البشر حول العالم عبارة عن مستهلكين، وبيحط أي حد وأي شخص في منظومة في الترس اللي بيدور عشان التوجه ده يمشي، وبيفرم أي حد في الطريق معاه وبيستنزفه عشان يخدم الغرض اللي هم واخدين العالم كله ليه. الحقيقة دي نظرة ثاقبة، وكانت اعتبرها انا بتهيأ لي انها سابقة لناس كتير قوي في ادراكهم لهذه السياسة التي اخذت العالم في اتجاه اخر تم التحضير له بعناية من أشخاص معينين يقال عليهم هم حكومة العالم الخفية. أنا بوجه لروح الفنان الكبير نور الشريف تحية خاصة، لأني الحقيقة اكتشفت فيه بعد هذه الفيديوهات وهذه اللقاءات مفكر وفيلسوف من نوع خاص، ويمكن نتكلم عليه في حلقات أخرى بالتفصيل في يوميات روز. خليني أخرج بمضمون الفقرة دي لأصيغ صياغة معينة. الفن زي ما قلنا قبل كده هو سلاح ممكن يكون للخير وممكن يكون للشر، يعني سلاح ذو حدين. أنا ممكن أستخدمه لنشر الحق والخير والجمال وكل قيمة تنهض بأي مجتمع، وممكن في نفس التوقيت يستخدموا البعض في نشر الفساد والانحلال وضرب كل قيم المجتمع لتمهيد التربة لإسقاط دول وإسقاط شعوب. احنا قلنا قبل كده في حكاية روز انه بعد الثورات بعد الحروب بعد التغيرات الحادة في تاريخ الشعوب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بيحصل هبوط في مستوى الفنون والثقافة بوجه عام، وبيبقى الناس تعبوا من كتر الشدة واهتمامهم بالمجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي اللي كلهم توجهوا إليه لحدث كبير حرك بلادهم، وبيبقوا عايزين يغيروا. فالتغيير ده بياخدهم في سكة، لو كان مفيش وعي في الناس المشرفة على قطاعات الثقافة والفنون والإعلام في البلاد اللي تعرضت لهذه الحوادث الكبيرة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية بيحصل انحلال وانخفاض حاد في مستويات الثقافة والإعلام والفن في هذه البلاد، وبيسوق الشعوب في منحنى خطير يجب التنبه إليه حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. حصلت الحكاية دي في بلدنا على الأقل في الفترات اللي أنا وكبتها وكنت وعيالها. بعد حرب 73 وسياسة الانفتاح اللي كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يقصد بيها تحسين مستوى الاقتصاد المصري بعد الحروب التي استنزفته بالكامل، لكن الحقيقة بعض رجال الأعمال خدوها في سكة تانية خالص، خلت الشعب ناقم على سياسة الانفتاح وأدت إلى أوضاع تفاقمت بعد كده. الحكاية دي حصلت برضو بعد حرب الخليج، وحصلت بالتأكيد بعد 2011
والأحداث السياسية الكبيرة اللي مرت بيها مصر، وفضل المواطن مشدود طوال فترة حكم الإخوان، وحتى تم إسقاطها بثورة 30 يونيو سنة 2013. ثم بدأ الانحدار في الفن والإعلام والثقافة بدرجة غير مسبوقة، ولا بد من التنبيه لخطورتها، وهنتعرض ليها في حلقة خاصة من حلقات يوميات روز. لكن دي كانت بس إرهاصة لما سوف نستعرضه في واحدة من حلقات يوميات روز بالتفصيل، وهي كيف يمكن أن نبخس حق بعض الأشخاص العام، يعني اللي لهم صفة الشخصيات العامة، نتيجة لأنهم صوروا لنا نفسهم في بوتقة معينة، خلتنا خدنا عنهم فكرة سطحية أو يعني لا تعطيهم قدرهم. وعشان كده احنا لازم نحاول دايما نتابع الفنانين، مش بس في الإطار الدرامي أو الفني اللي بيتكلم يعني اللي بيقدمه لنا، إنما في لقاءاتهم وطريقة حديثهم وطريقة تفكيرهم، عشان نقدر نديهم حقهم. والجزء الثاني اللي احب اني ادي اضاءه عليه، انه الفن ليس حراما، وانما هو سلاح لينا لننهض بالمجتمعات ونعلو بذوق او ذائقه المواطن، و يعني ناخد بايده لاتجاه الاصلاح عشان البلد تقوم. ودايما هيكون شعارنا ان بناء الانسان هو الذي يصون بناء الحجر، يعني بناء البشر هو الذي يصون بناء الحجر. ولازم دايما نخلي هدفنا كلنا واحنا بنشتغل في اي مجال النهوض بالشخصية المصرية، لانها الذخيرة الحقيقية اللي مصر بتعتمد عليها منذ قديم الازل وحتى هذه اللحظة، عشان تحمي نفسها من كل المؤامرات اللي تعرضت ليها على مدى التاريخ، لان ربنا أراد لمصر أن يكون لها مركزا متميزا في وسط العالم، هي قلب العالم النابض، وليست هذه بمبالغة أو نرجسية من مصرية تعشق بلدها وتراب بلدها، إنما هي حقيقة واقعة. مصر هي فعلا قلب العالم النابض، وهي تتوسط خريطة العالم، وعشان كده الغزاة كانوا دايما بيحطوها هدف ليهم. بس إحنا دلوقتي بنواجه الغزو بطريقة مختلفة عما تعودنا عليه. الغزو ما بقاش غزو عسكري، بقى غزو ثقافي وغزو إعلامي. عشان كده لازم ننبه ولادنا ونحرص جدا على الوعي الجمعي للشعب المصري ومجتمعنا المصري، عشان يواجه هذا الغزو وينجح في التصدي ليه، وينتصر كما تعود في كل معاركه السابقة، ويحافظ على بلده اللي ربنا خصها في القرآن بمكانة خاصة، بل في كل الأديان خصها بمكانة خاصة كلنا بنعتز بيه، ولازم يكون حرصنا عليه حرص شديد. ده كان الملمح اللي كنت بحب أقدمه في الفقرة دي من يوميات روز، ودي هتكون فقرتنا الأخيرة النهاردة، وهيكون لنا لقاءات كتير قوي في يوميات روز، وكل حلقة هيكون لها مضمون هنتكلم فيها عن كل ما يشغل بال المواطن المصري وبال الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي كمواطنة مصرية، وهتحكي لكم كتير فيها عن حاجات تتعرضت ليها مع مرضاها ومع طلابها ومع من حولها من أشخاص تحب إن هي تقدم خبرتها وتجربتها للآخرين يمكن يستفيدوا بيها، وتبقى يعني خدمت غيرها، لأن كل ما الواحد يحاول يخدم اللي حواليه هيكون أفضل بكتير قوي ما يعيش في بوتقة خاصة ذاتية. ليس بالضرورة أن يكون لنا علاقات شخصية مع الناس، وإنما لابد أن نحاول
أن نقدم لهم رسالة فليأخذها من يريد وليتركها من يريد، لكن إحنا لابد أن يكون لنا هدف في الحياة أن ننقل توجهاتنا ورسالتنا في الحياة لأكبر عدد ممكن من اللي حوالينا، ونبغي الإصلاح وليس علينا إدراك النجاح، إحنا هنسعى فيه فقط والباقي على الله. دي كانت الحلقة الأولى من يوميات روز، لنا لقاءات أخرى النهاردة إن شاء الله على مدار اليوم. كانت معكم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، وعلى لقاء قريب إن شاء الله. عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 تحت الراية المنصورة صورة 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 كلنا كده عايزين صورة 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 كلنا كده عايزين خضرة ومية
وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين صحي الفجرية على أشرف ندها ونداء ومداين صحي الفجرية على أشرف ندها ونداء ومداين صحي الفجرية على أشرف ندها وأدان ومداين صحي الفجرية على أشرف ندها وأدان بلادنا بلادنا مصر العربية صورة 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 منورها الإيمان